أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصحفية الجديدة وهذه القراءة مع صحف القاهرة الصادرة هذا الصباح وأيضا الصحف العربية والصحف العالمية. نبدأ كالمعتاد بهذه القراءة السريعة لأهم العناوين التي رصدناها في هذه الصحف. إطلاق القمر الصناعي طيبة واحد اليوم. مجلس الأمن الدولي يفشل في إدانة الإعلان الأمريكي بشأن الاستيطان. إدانة نتنياهو رسميا بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. بعد العناوين الرئيسة نحاول أن نطوف معكم بأهم القضايا المثارة في صحف الصادرة هذا الصباح. لا تزال مظاهرات بغداد مستمرة وتلقي بظلالها على اهتمامات عناوين ومقالات الرأي في الصحف وهو الملف الأبرز في جولتنا اليوم. البداية مع صحيفة الأخبار نطالع منها: مظاهرات بغداد مستمرة والجيش ينتشر حول المدارس. عبد المهدي: المظاهرات مشروعة وكشف الخلل في النظام وكشفت الخلل في النظام السياسي. سياسي عراقي: الحراك الشعبي يتصاعد وهناك تذبذب في القوى السياسية والحكومة. أما صحيفة البيان الإماراتية فتابعت ذات الموضوع بعناوين نطلع منها: جسور بغداد في يد المحتجين، 7 قتلى و78 مصابا في احتجاجات بغداد. عبد المهدي: اختار الوزراء الجدد والسلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي. صحيفة الخليج نتابع منها: قتلى في مواجهات بغداد والجيش يراقب المدارس لمنع الطلبة من المشاركة في التظاهرات. حقوق الإنسان العراقية تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 135 شخصا خلال 5 أيام. من صحيفة الشرق الأوسط: احتجاجات العراق خلفت آلافا من المعوقين لم يفقدوا الأمل بالحراك. البرلمان العراقي يجرد مسؤولين كبار من امتيازاتهم. النزاهة العراقية تصدر أوامر قبض ضد مسؤولين متهمين بالفساد. نبقى قليلا مع الشرق الأوسط ونطلع أيضا منها هذا المقال للرأي والذي جاء تحت عنوان الثورة بين العراق ولبنان. يقول كاتب المقال: ازداد الشبه بين العراق ولبنان من جهة السلطة الحاكمة والثائرين، فالسلطتان الحاكمتان مكونتان من نخب محلية خاضعة لإيران. أما الثائرون فهم من الشباب الذين يشكون من البطالة وغياب الخدمات الأساسية والفساد المستشري في أواصر الدولة وإدارتها. ويميز الحركين غياب الطائفية، وهو أمر جديد تماما على لبنان وللمرة الأولى في العراق منذ عام 2003. كما يتميز هذا الحراك الشعبي بالسلمية رغم سقوط مئات القتلى في العراق. للمزيد من المتابعة لاستمرار التظاهرات في بغداد أدعوكم للترحيب بضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، الأستاذ صبري الجندي الكاتب بصحيفة الأهرام القاهرية. أهلا بك أستاذ صبري. أهلا. بداية، كيف يبدو لك المشهد العراقي في ظل هذه التعقيدات والتصاعدات التي نتابعها بين اللحظة والأخرى؟ زي ما قال رئيس الوزراء العراقي نفسه أنه هذه التظاهرات كشفت الأخطاء الكثيرة في تركيبة الحكم العراقي، وأيضا كشفت عن أن هناك طائفية يرفضها الشعب العراقي في أغلبيته، أدت بالعراق إلى ما وصل إليه منذ سقوط بغداد في مارس 2003 وحتى الآن. العراقيين بيرفضوا الآن المحاصصة الطائفية، وبيرفضوا التقسيم الفعلي غير المعلن لدولة العراق ما بين دولة أكراد في الشمال ودولة في الوسط سنية ودولة شيعية. للأسف الشديد هذا الذي حدث بفعل ما يسمى بالربيع العربي الذي بدأ في العراق مبكرا في 2003 بغزو العراق وسقوط بغداد
وحصل كل التحولات التي نرى نتائجها الآن، شعب لا يتقدم وطنه منذ أكثر من 16 سنة، شعب ثرواته مهدرة، شعب لا يستفيد من هذه الثروات رغم أنه لديه بترول بكميات ضخمة جدا، هو ثالث احتياطي في العالم بعد السعودية وبعد دولة أخرى، لكن للأسف الشديد ما يحدث الآن هو رفض لكل ممارسات الحكم الطائفي في العراق. وهذا الذي يحدث من تصدي عنيف للمواطن المحتج سوف يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات وليس تراجعها. طب على ذكر هذا العنف اللي حضرتك أشرت إليه في ختام حديثك، إلى أي مدى ترى يعني هذا الصدام مؤهل للاستمرار، أم أن الحكومة من الممكن أن تأخذ خطوات للخلف وتذعن لطلبات الشارع العراقي؟ حضرتك استشهدت بعادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي ورأيه في التظاهرات، عادل عبد المهدي نفسه محل انتقاد من الشارع، والثورة في الشارع العراقي قائمة ربما بشكل كبير ضده وضد من يحكم العراق الآن. ما عشان كده حضرتك مفيش تراجعات من الحكومة العراقية، هو بس يدغدغ المشاعر ويقول أن التظاهرات والاحتجاجات حق مشروع للمواطنين، لكنه لم يتراجع لحظة عن لم يقدم استقالته، لم يقدم استقالة حكومته، لم يتراجع ويقدم ما يطلبه أو بعض ما يطلبه المتظاهرين من مطالب. هناك نوع من العناد وهناك نوع من الرفض لمطالب المحتجين، وهناك استخدام للعنف، 7 قتلى وسبعين أكثر من 70 مصاب بالأمس فقط، ومعناه أنه التصعيد ضد الاحتجاجات يعني أمنيا قائم، ومعناه أنه رفض الشعب العراقي لهذا التصعيد هيصعد من الناحية الأخرى، يعني تصعيد متبادل. وبالتالي لو كانت هناك في الأفق حلول للمشكلة العراقية كانت وضحت منذ أيام سابقة كثيرة، لكن للأسف الشديد العناد لدى الحكومة التي جاءت طائفية بامتياز والتي تخضع لأوامر وتعليمات من خارج العراق هو اللي خلى المشهد بهذه الصعوبة واللي أهل المشهد لمزيد من التصعيد. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صبري الجندي، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، متحدثا إلينا عبر الهاتف من القاهرة. بعد أن تابعنا تطورات الأوضاع في العراق، أدعوكم لكي نقدم قراءة أكثر تفصيلا لأهم ما طلعتنا به صحف القاهرة الصادرة هذا الصباح. نبدأ مع الأهرام، نطلع منها: السيسي يفتتح اليوم مؤتمر استثمر في إفريقيا، رؤساء الدول ورواد الأعمال يبحثون دفع تنمية وتعزيز الاستثمارات في القارة، الليلة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا. من صحيفة الجمهورية نطالع: مصر تدخل عصر الأقمار الصناعية، إطلاق طيبة واحدة اليوم طفرة كبيرة في الاتصالات. وأيضا من الأخبار الأخرى: وزير التعليم يستعرض ثمار مشاركة الرئيس في قمة 20، 130 مليون يورو من ألمانيا لتطوير المدارس الفنية. من صحيفة الأخبار: نتائج مثمرة لزيارة الرئيس إلى برلين على مستوى مصر وإفريقيا، منصة معلوماتية لموارد القارة السمراء ومبادرات لتحقيق التكامل، الحكومة تعلن بدء إجراءات تبسيط الإفراج الجمركي عن البضائع، مدبولي مستمرون في خطوات جذب الاستثمارات وحصر الديون المستحقة لوزارة الكهرباء. أما صحيفة المصري اليوم فنطلع منها: السياحة تعلن بدء أولى رحلات العمرة الاثنين القادم، البورصة تصدر إجراءات تنفيذ عمليات الطرح العام والخاص، الضرائب تطوير 238 مقرا خلال 7 أشهر ودعم سياسي للميكنة، تعليمات من وزير التعليم بمكافحة جميع ظواهر التنمر بالمدارس.
إلى صحف العربية نتحول ونبدأ مع واحدة من أشهر هذه الصحف في المنطقة، صحيفة الشرق الأوسط. نطالع منها: مجزرة ضد مخيم للنازحين في إدلب، تأييد فرنسي أمريكي بريطاني لحكومة تكنوقراط في لبنان، الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تجسس بدون طيار. من الصحف الخليجية اخترنا لكم صحيفة الخليج الإماراتية، نطالع منها عون تناقضات لبنان تؤخر تشكيل الحكومة، لوكسمبورغ تطالب بالاعتراف بفلسطين ردا على واشنطن، مصرع وإصابة 19 عنصرا من ميليشيات الحوثي في تعز، والقوات المشتركة تكسر زحفا بالضالع. من صحيفة الدستور الأردنية نطالع منها مجلس الأمن يفشل في إدانة الإعلان الأمريكي بشأن الاستيطان، والجيش اللبناني المؤسسة العسكرية المظلة الجامعة لكل المواطنين، الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء سوريا مأساوية. من صحيفة الرياض السعودية نطالع منها الاحتلال يعتقل محافظ القدس وثمانية آخرين من الضفة الغربية، الملك سلمان لا نسعى للحرب وسندافع عن شعبنا بكل حزم ضد أي عدوان، نائب الرئيس اليمني اتفاق الرياض رافض مهم للشرعية في البلاد.